استقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين الذين رفعوا لسموها التهانية بمنح سموه درع الاتحاد العالمي للسلام والمحبة تقديرا لدور سموه في نشر السلام والمحبة. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمكانة والاحترام الدولي الذي تحظى به مملكة البحرين لإنجازاتها التي تحققت في كل ميدان بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سعي الحكومة المستمر لتبني الاستراتيجيات والبرامج التي ترتقي بالمسار التنموي وتجعل العنصر البشري في مستوى تأهيلي وتعليمي وتدريبي قادر على الإيفاء بمتطلبات التنمية واحتياجاتها. وقد تبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الأحاديث الودية والموضوعات ذات الشأن الوطني، حيث أعرب سموه عن الاعتزاز بما يوالي شعب البحرين بذله في سبيل نهضة وطنه وتقدمه، وبما يلعبه العنصر البشري من دور محوري أساسي في عملية البناء والتنمية.